Remember that time I stayed up with you all night in your tent because you wanted to play North Pole? And I got pneumonia? You remember that? You were out of school for about a month. الاستقصاءات. طيب هيك مريض investigations شو راح أعمل له؟ منطقيا إجاك راح أحكي لك شيء يهمك عمليا وسريريا. إجاك مريض عنده حرارة وسعال وهي شكاية شائعة جدا تجيك كل يوم بالمستشفى. شو راح تعمل انت اذا ما بتعرف شيء؟ هذا شكايته صدريه تنفسيه، اي شو راح اساله؟ عنده زله دسنيا؟ اذا كان اي فراح اساله هل هي على الاضطجاع، على كم خده بينام، ولا على الجهود؟ اذا على الجهد هل هو مرتاح هو قاعد مزلول، ولا على الحركه مشي خفيف بالبيت، ولا على مشاوير خارج البيت متوسطه، ولا جهد شديد؟ هاي حكي عرفت منه شيء. بعد ما انتقل على موضوع الكف السعال، في قشع ولا ما في قشع، الكم لون الكمية الرائحة. بعدين بنتقل على موضوع في ألم ولا لا، في نفف دم ولا لا. أخذ قصة حلوة أجي بعدين أقيم بإيدي، راح أفحصه. شو راح أفحص فيه؟ أوكي أنا هاي لك إنه تأمل جس إصغاء قرأ، لكن أوكي الإصغاء هو جوهري وهام، في شيء إضافي لك إنه يترى كل مريض مزلول هو خطير؟ كيف أقيم الخطورة؟ في عندك مثلاً أنا فرض كل مريض مزلول لازم أشوف أنا بالبلس بالأوكسيميتر قديش أكسجته، في تسرع نبض، في تسرع مرات تنفس، في زرقة، كتير بيساعدوك، في عضلات مساعدة سحب ضلعي، هاي ذهبيات كتير يساعدوك بالتقييم، كتير بسيطات كتير تافهات، بس ما هيخطروا لعقلك أنت بالأول إذا ما تمرنت ومرة ومرتين وشفتهم وعرفت تحطهم ببالك وتعملهم. بعد أنتقل للاستقصاءات، شو راح أطلب له؟ بعد ما أخذت أنا بالبلس شفت الأكسجة قديش، صورة سطر بسيطة، تحاليل دم بسيطة، بدي أشوف الكريات البيضاء قديش، اليوريا قديش، اليوريا راح أحكي عنها بعد شوي، منطقية. وبعدها بنتقل للخطوة اللي بعدها، عندي سعال ومنتج للقشع بعالم الأمراض الإنتانية، ناخذ عينه تخبريه ونغطي بالصدادات، يعني ناخذ عينه للمخبر للتحليل واعطي صدادات تخبريا امبيريكلي. التهاب سحايا، اسحب عينه من السي اس اف للتحليل واعطي صدادات. عندك مثلا اي التهاب شغاف، اخذ عينه منين؟ زرع دم، اخذ عينه من الدم من الزرع واعطي صدادات. طيب راح اجي اشوف، قال لك بصوت الصدر راح تشوف الكثافات، وإذا كان في انصباب جنب أو خراجة أو تقيح كمان راح أشوف. منطق، هاي الـ CXR الـ Infusions الـ Abscess الـ Embima، كلام منطقي. شوف هاي الصورة من الكتاب، هاي العربية هاي الإنجليزية، أنا بحب الأجانب. شوف حدود القلب هل هي ممحية؟ الجواب نعم، فهي على حساب الفص المتوسط. أي شيء يمحي حدود القلب من اليمين هو على حساب الفص المتوسط، من اليسار على حساب أذينة الفص الأيسر، لسينة الفص الأيسر. أوكي طيب، فأنا شفت أنا عندي كثافة لوبر نيمونيا على حساب الفص الأيسر. الخطوة اللي بعدها بالتقييم شو هي؟ أوكي رح شوف الاستقصاءات المجهرية، أخذنا عينة للزرع، صبغة جرام للبكتيريا العادية، زننسون للسل، اختبار زرع وتحسس، كلام جميل. وبعدها هون ذاكر لك انه قد يكون انتان متكرر بالمكورات يعطيك ايجابيه زرع دم، بلا ما بتهمك. مصليا مشان اللاجونيلا والميكوبلازما، اوكي هذا كلام عام، ما انه جوهر لا تجرسك فيه. عندك هي تكون محروفه، الضاد اللاجونيلا ممكن تشوفه في البول، هي محروفه الضاد اللاجونيلا في البول. طيب مسحات مشان الانفلونزا، كلام عام، بس هذا باختصار شديد. بتلاقي صورة صدر بسيطة، زرع، قشع، وبعد أي إضافة اختبارات إضافية. استقصاءات دموية، أمشي تعداد الكريات البيض، وهون معلومة هامة جدا جدا جدا. شوف بالأمراض الخمجية الكريات البيض اما يرتفعوا او يهربوا،
ينخفضوا. ممكن يكونوا كتير مرتفعين، ممكن يكونوا منخفضين. الحرارة ممكن ترتفع، ممكن تنخفض. نعم، هذا بالسبسس. يا طيب، هاي أول فكرة عندك. ذاكر لك تعداد الكريات البيض قد يرتفع بشكل هامشي أو يكون طبيعي عند المرضى المصابين بذات الرئة غير النموذجية. عندك مثلا بالمايكوبلازما من الكلاميديا، هاي غير نموذجية، مو في الاستربنومو. تعطيك الأعراض بتكون بسيطة، الحرارة كثير بسيطة، المخبريات تكون بسيطة طبيعية، هاي بشكل عام. لاحظ، يصادف الارتفاع الشديد أكثر من 20,000 أو الانخفاض أقل من 4,000 في ذات الرئة الشديدة. هذا الشيء ذكرت لك إياه، حطه في بالك. بالأخماج، بالإنفكشنز، الكرات البيض ممكن ترتفع، ممكن تنخفض. اختبارات بولة وشوارد ووظائف كبد، هذا كلام طبيعي. CRP كمشعر، كلام عادي. اذكروا لي شو في مشعرات التهابية حادة، اكتبوا ليها بالتعليقات، هذا الشيء هام. اوكي، كلام عام. هاي التحاليل، وحطيت المريض أمامي. في اختبار آخر هو arterial blood gas، غازات الدم الشرياني. هاي إذا كانت أكسجته منخفضة أو المريض متعب، حتى أطلب غازات دم شرياني. هلا بذكر لك، شوف، في سؤال منطقي. دومين بيجي مريض عنده infection، عنده إنتان، بشو بدي أقيم فيه؟ لأن قلت لك مريض الزلة بتشوف إذا في سحب ضلعي، في زرقة، في كذا. طيب المريض اللي عنده infection بدي أقيم شو الوضع. شوف عندك هاي بيسموها systemic inflammatory response، استجابة التهابية حادة. هاي الجهازية بتاخده بالخمجية، بس هامة جدا تطبقها على طول. شوف عندك الحرارة، ارتفاع أو انخفاض، سرعة التنفس مزدادة، النبض مزداد، الكرات البيض ارتفاع أو انخفاض. انسى بلا CO2 هلا، معلش. هاي الأربع مشعرات كتير هامين، حتعرف انه مريضك اللي عنده انفكشن في خطورة، في شدة. هي بتساعدك، حرارته مرتفعة ولا منخفضة، كريات البيض مرتفعين ولا منخفضين، في تسرع تنفس، في تسرع نبض. هدول مع مصدر خمجي اسمه سبسس بيتطور اكتر، ينزل ضغطه، عم تحكي بسيفير سبسس. بلش تظهر عندك ترتفع ارقام الكلية او ارقام الكبد، والمريض بلش تعبان، انت عم تحكي بسبتك شوك، صدمة انتانية. وهذا الشيء مو انه عم بحكيلك على شيء والله ما بتشوفه، لا، ده بتشوفه كل يوم تقريبا، شيء خطر. اوكي، هذا كتقييم مرضى الخمجية، ماشي. انا بس عم اوسع لك مداركك، لانه رح ناخده بعدين ان شاء الله بالخمجية. طيب، فانا عرفت اقيم مريضي، هاي نفس المعايير بس بصورة اوضح. هذا الاستاد الانجليش عن الاختبارات الانفستيجيشنز اللي تكلمنا عنها، blood investigations، ال ABG لما بتنزل الأكسجين، والوقت blood cell شو رح يصير فيها. شوف، أنا إجاني ميل بأعراض، أخذت قصة، فحصت، قيمت، طلبت تحاليل وتشيكست إكس راي، وجدني لوبر نمونيا ذات رئة فصية. هلا بدي أعرف الخط الفاصل سريرين، هذا المريض يضل عندي ولا يروح على البيت؟ بالسريريات فيه مشعرات، معايير، هدول تتعلمون بالاختصاص، وفي شيء ذاك مذكور هلا. هدول حيويات بالممارسه، يعني انه انا كيف اخذ قراري بناء على هاي المشعرات. شوف، بالنمونيا بذات الرئه في مشعر اسمه كيرب 65، لا يزال متعارف وعم نشتغل عليه بمشافينا، مع انه في مشعر احدث، يعني لا تروح تدور عليه، هذا اتركه لبعدين الاختصاص، بس هاد المتعارف عليه CURB 65. سي كونفيوجن، تخطيط ذهني. يو يوريا، ارتفاع يوريا. ار ريسبيريشن ريت اكثر من 30، هذا سؤال دوره، سؤال دوره جايب هو اكثر من 20، انه بشكل طبيعي الانسان 16 ل 20 مره عدد مرات التنفس بالدقيقه، فما راح تعتبر انه والله اكثر من 20 انه والله 22 تسرع تنفس، اما اكثر من 30 اي. الضغط بالامراض الانتانيه، هبوط الضغط هو اللي بيخوف وليس ارتفاعه، انت عم تحكي بصدمة انتانية بعدين، وبالتالي هبوط الضغط هو اللي بيخوف. عمر اكتر من 65، تعطي لك روح ده نقطة،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس فقرات. CURB كارب 65. C confusion urea respiration blood age. ها جدا. على ضوء تتصرف. يعني المريض ياخذ صفر واحد تعطيه صادات ويروح على البيت. المريض قيمته اثنين عندك بالمستشفى. ثلاثة وأكثر ممكن يروح للإنتنسيف كير يونت للعناية المشددة. طريقة حفظ صغيرة. لأن هذا مش بتطبقه كل يوم بالمستشفى. رقم اثنين يروح عندك على الجناح. بالغرفة العادية اللي تشوفه مريض الستاج. رقم اثنين يروح على الجناح. الفراشة عنده كم جناح؟ جناحين صح؟ وبالتالي إذا كان على الكرب ياخذ اثنين راح يروح على الجناح. بينما ثلاثة وأكثر حذبه عناية مشددة صح؟ واحد على البيت. أوكي هذا أهم جدا. قلت لك جاي سؤال دورة يسألك على عدد مرات التنفس. سؤال في تقييم مريض ذات الرئة يهمنا النقاط التالية ما يلي عدد. ذكر لك هاي النقاط ممكن يحط لك معهم سكر الدم أو ارتفاع الضغط. أوكي فأنت هي صارت واضحة عندك. التدبير راح أتكلم الفيديو الجاي حتى المخمخ عليه باختصار شديد. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. شوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.